ازيكم يا شباب؟ فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هنلعب لعبه كروس فاير. لا ومش كده وبس، كمان هنلعب مع المتابعين كروس فاير، يعني كل الناس اللي معايا في الروم دي اصلا المتابعين بتوعي وبيتفرجوا عليا وبيلعبوا معايا كمان. طبعا انت لو عايز تلعب معايا هتلاقي في صندوق الوصف لينك الديسكورد بتاعي، سيرفر الديسكورد بتاعي، خد السيرفر حالا وخليك، لان احنا بنلعب العاب كتير جدا مش شرط كروس فاير بس، ممكن اي لعبه ثانيه. فخليك في السيرفر معايا لما اجي اعمل منشن للجميع ان هم ييجوا يلعبوا معايا تبقى انت منهم باذن الله. طبعا يا جدعان، من حاجه تانية برضو، انا ما اعرفش التفاعل هيبقى على الفيديو ده عامل ازاي، فان لان المتابعين طلبوا مني كروس فاير من زمان جدا، بما اني كنت بنزل عن كروس فاير زمان، يعني طلبوني من فتره كبيره جدا ان انا انزل وارجع انزل الكروس فاير تاني، فانا رجعت اهو هنزل كروس فاير. بس يعني التفاعل بقى هيبقى عامل ازاي؟ لو التفاعل ما عجبنيش فانا خلاص انا هرجع بقى ايه في كلامي ومش هنزل كروس فاير. بس عموما يا شباب، كروس فاير مش هتبقى كل يوم، هتبقى من فتره التانية، مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع كتير مثلا، يعني حاجه زي كده يعني. فزي ما قلت برضو دي كانت مقدمه، هي ممكن تكون مقدمه طويله شويه عشان بس ايه بعرفكم بس ايه اللي هيتم او اللي هيحصل. فطبعا انت شخص يشترك في القناه وفعل زر الجرس، ولو ما عملتش لايك زي ما بقول لك اعمل لايك، لان التفاعل ده هو اللي هيفرق معايا. التفاعل ده اللايك بتاعك ده هو اللي هيحدد اذا كنت هنزل كروس فاير تاني ولا لا. فانت لو بتحب كروس فاير او بتحبني انا شخصيا حط لايك، ويلا سيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. كله انزل الميه يا شباب، يلا كله انزل الميه بسرعه، انزل الميه. انا مش شايف ان حد نزل الميه. ليه يا شباب؟ هي دي سموك صح؟ يا جدعان يا جدعان، انا خدت كميه دمجات من ورا الصندوق حرفيا، ما عملتش اي حاجه وموت تقريبا. بص هوريكم عظمه دلوقتي. يا اسطى هو مفيش جراد ليميت يا جدعان، اطردوا الواد ده يا جدعان. انا ظاهر لي واحد الصوره بتاعته معمول عليها زوم، الشخصيه بتاعته وجايبه وشها بس، اسمه اكس رادار. انا الوحيد اللي شفت دي يا جدعان، ولا في حد تاني شافها معايا؟ اكسينو يا جدعان، اكسينو بالسكينه، اكسينو بالسكينه يا اسطى، هتعلم عليك يا جدعان كده هيتجاب يا جدعان. هو تحدي الجيم كله تكاكين يا جدعان، عايزين نعلم، مش عايزين يعني الجيم مش منظر، الجيم عايزين نعلم على اللي معانا، كل واحد يعرف التاني قوته، فاللي يعرف يجيب سكاكين يجيب. انا وقعت، يا رب ما تجابش. اكسينو، خلي بالك يا عم، الاكسينو ده لو جاب خلاص الجيم خلص، لان هو الازمه كلها اصلا في المود ده. شباب اول ما تلاقوا وحش بينور احمر وكده وقفوا ضرب عليه على طول، وقفوا ضرب يعني خدوها قاعده، اول ما تشوف حد بينور وقف على طول. مش انا بلحقش، هم بيفوا بينور بيموت على طول. جبت واحد بسكينة، جبت واحد بسكينة يا جدعان. حاولت يا جدعان، حرام عليك يا جدعان، وقف ضرب ليه؟ يا جبت هيد شوت بالغلط. دمجوا اخش عليه بسكينة، ايه اللي بقى لو جاي؟ جبته! مين هو اسمه؟ يو واي ان، على اللوبي او يو اي ان. دمج شوية وسيبه، دمج شوية وسيبه. جيبه اتحول وراك يا جدعان، انتوا مركزين معايا. انا يا جدعان بصوا، في اتنين معايا غيري، ماشي، في اتنين معايا غيري، الاتنين راحوا ناحيه الوحوش، كانوا يعني هم كانوا جنبيهم اصلا، والوحشين مركزين معايا انا اصلا. يا جدعان انتوا اغبياء، انا كده هلعب ازاي؟ طيب هلعب ازاي؟ ما لو اللعبه كلها مركزه معايا انا ستريم سنايب بقى، يبقى ايه؟ مش عارف العب كده، انتوا كده داخلين عليا فيديو سنايب بقى مش ستريم سنايب. مش عليا بقى، مش عليا انا يا عم، انا مالي يا عم، انا مالي يا عم. مش هنستفاد اي حاجه لما نكسب الجيم، ولا كده هنتحول في الاخر كلنا يعني. بس على اللي تتحول تبقى تتحول وانت معلم على حد، فاهم انت؟ بالعقل يعني.
انا هروح استنى بعد كده، هروح استنى لوحدي. ابعد عني يا اسطى يا اسطى، حتى يوم ما اروح لوحدي بقى انا الوحش برضو. انا جبنا كل وحش يا جدعان، تعرفين انا كده بوسطها على نفسي اكتر. ايه ده راح بيجيب نايف؟ جاوب النايف اجري. بيتحول على طول، هو دايما ما بيجيب اول وحش، بيجيب وحش بالنايف بيتحول على طول. حتى ما والسي في اللي هو اللي يا جدعان صاحب الاكونت معايا ده هو اكس رادار، فانا لما جيت بالسكينه اكس رادار بيقول له يا عم لا 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 سيبني ابوس ايدك. ايوه سيبني سيبني يا لا خلعت من واحد التاني حوجة. الحمد لله الحمد لله جبت بالسلاح الحمد لله. يا اكس كيلر ابعد عني يا اسطى، ابعد ابعد من هنا، امشي يا اسطى بعيد من هنا، امشي امشي يا اكس كيلر الله يسامحك. ايه ده عنده لاج؟ لا يحاولني ياخد كيك. اه لا يحاولني ياخد كيك يا ابني يا جدعان انت مش لاحق مش لاحق. مفيش حد اصلا يعني انت بتدوني ضربه وبتختفوا قدامي. نزل نزل على مستكي يا جدعان ده مش كده. عليا تجيب كلها فوكس عليا. 6 5 4 3 2 1. بس كده يا شباب، كان هو تاني فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، تشير في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس لانه اهم حاجه هو زر الجرس، لان ده هو اللي هيوصل لك الفيديوهات بتاعتي لما انزلها. ما فعلتش الجرس فيديوهاتك مش هتظهر لك. اتمنى كنت استمتعت بالفيديو بس. يلا مع السلامه.